والله طلع أكلهم زيك الروس. لا سيبنا من الأكلات الزكيات والروحات والجيات والطشة الحلوة، ليش بتتهمونا بالتواطؤ مع صفقة القرن؟ بعدين تعال احكي لي شو صفقة القرن أساسا؟ شو بيعرفني؟ والله اسأل حالك، انتوا اللي حكيتوا واحنا ردينا تهمتكم عليكم، المفروض عندكم معلومات. وشرف هيفا اللي ما عندي أغلى منه، لا معلومات ولا زفت عندنا، احنا سمعنا اسمها رفضناها هيك من الله. طيب شو بدنا نعمل بالمؤتمر هاد؟ ولا لك خيال أهبل أنت؟ لك خيال أهبل عشان تسأل هيك سؤال؟ يعني زي كل لقاءات المصالحة اللي قبل؟ هي بدها سؤال يا زلمة، يخيبها اللي حكت لأمك مبروك. يلا، مصاري وطشات وطلعات على الإعلام ومواكب رايحة ومواكب جاية. ولك والله ما صح لستك ولا لست اللي صح اللي صح لك، بدك إيانا نضيع ونتصالح. بنحكي لأصحابنا الروس، بنستكمل الحوار في جولات أخرى، بركي بيصح لنا طشة تاني هان ملحقناش نشوف إشي من موسكو. وبنات موسكو بمشوار تاني بنشوف اللي بدك إياه من موسكو. إذا نبدأ هذه الحلقة فلسطينية، حيث توافقت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو على رفض ما يعرف إعلاميا بصفقة القرن وكل المشاريع الإقليمية والدولية لتصفية القضية الفلسطينية، لكن الانقسام الداخلي حال دون صدور البيان الختامي بسبب خلافات على بعض النقاط. بنحب نعتذر لأصدقائنا الروس لأن خيبنا أملهم وما اتفقناش للأسف، بس الأهم إحنا اعتذرنا للروس عن جولة واحدة من الحوار على أرضهم، وإحنا طبعا بقيد الانتظار لدعوة جديدة من الروس ومن غير الروس. بس طبعا ما كلفناش ولا حنكلف خاطرنا نعتذر للشعب اللي بنضحك عليه كل مرة بجولات الحوار والمصالحة ومواكب وروحات وجيات على حسابه. ولا حنعتذر عن خصم الرواتب وتنغيص حياة المواطنين الأكارم، لأن حساباتنا إحنا لازم تصيب هالتخمة. ولأن دمنا إحنا غالي، عند الحاجة بيرخص دم الشعب وأولاد الشعب وأطفال الشعب. المهم إنه إحنا نضل وبس، لأنه بقائنا هو بقاء القضية. نحن باقون ما بقي الزعتر والزيتون.